لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الترا عراق، صحة الرصافة تقدم حصيلة صادمة بأعداد حوادث السير في عام 2021. في الزمان، الموانئ تحذر من الربط السكاكيل الحمولات قبل إنجاز الفاو. في فورين بوليسي، سوريا ليست مستقرة وليست آمنة ولا يمكن ترحيل اللاجئين إليها. إيكونومست، غزو بوتين لأوكرانيا سيترك تداعيات عالمية سواء نجحت مغامرته أم فشلت. في القدس العربية، أطباء، ارتفاع عدد ضحايا السودان لاحتجاج إلى 79 قتيلاً. في الأوبزيرفر، الرابحون والخاسرون في حرب أوكرانيا الزائفة، وبوتين حول نفسه إلى منبوذ دولي. في العربي الجديد، النظام السوري يستبعد 596 ألف أسرة من الدعم. السلام عليكم. نبدأ من موقع الترا عراق ومقال للكاتب معن الجيزاني، حيث قال: عندما انتشر صورة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة يونامي في العراق السيدة جينين بلاسخارت وهي تلعب بالثلج في مكان ما من محافظة أربيل، كان هناك عشرات آلاف النازحين العراقيين يواجهون خطر الموت تجمدا في قلب عاصفة ثلجية ربما كانت الأعنف منذ سنوات طويلة، وسرعان ما انقلبت العاصفة الثلجية إلى عاصفة من الانتقادات اللاذعة التي وجهها العراقيون لرئيسة بعثة يونامي المثيرة للجدل جينين بلاسخارت، وركزت معظم الانتقادات على مسؤولية بعثة يونامي في العراق إزاء ملف النازحين والدور المفترض الذي يتوجب على البعثة الدولية الدائمة في العراق أن تطلع به لمعالجة هذه القضية الإنسانية. إن الحكومات العراقية هي المسؤولة قطعاً عن أزمة النزوح وعن ملايين الضحايا المكدسين في عشرات المخيمات المنصوبة في البراري، وكأنهم قطعان من الماشية وليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق كثيرة، يقال بأن الدستور قد ضمنها لهم منذ العام 2005، فلا تلوم الأمم المتحدة ويونامي وبلاسخارت، ولكن هل تتحمل بعثة الأمم المتحدة شيئاً من هذه المسؤولية؟ هل هناك سبب يعطي الحق للعراقيين بانتقاد بلاسخارت؟ وابتداءً من العام 2007 دخلت قضية النازحين من بين المهام الأساسية لبعثة يونامي وفق قرارات مجلس الأمن، وبدايةً من القرار 1770 حيث بدأت الجملة التالية تتكرر في جميع القرارات الدولية اللاحقة وصولاً إلى القرار الأخير 2522 الصادر عام 2020 بطريقة القص واللصق، عودة اللاجئين والنازحين أو إدماجهم في المجتمعات المحلية حسب الاقتضاء بطريقة آمنة وحسنة التوقيت ومنظمة وطوعية بسبل منها الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة المحلي. يمكننا الآن تصور أن هذه الجملة بالذات تكررت طيلة السنوات 15 الماضية، ومأساة النزوح في العراق مستمرة وتتكرر كل عام. بإمكاننا أن نتصور قضايا تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء القضاء ونظام العدالة والمصالحة الوطنية أين وصلت في العراق؟ فإذا كان بقاء البعثة الأممية في العراق مرهوناً بمساعدة العراقيين على تحقيق هذه الأهداف ولم تتحقق في مجملها طيلة 19 عاماً، فعلى جهة ما أن تتحمل المسؤولية وتعلن فشلها والأسباب التي أدت إلى هذا الفشل. إن تحويل العراقيين إلى ضحايا دائميين داخل بلدهم لا يمكن أن يكون قدراً نهائياً ولا ثمناً مفتوحاً يدفعه الناس طيلة حياتهم البائسة، وعلى الديمقراطية التي يدعمها المجتمع الدولي في العراق أن تضمن العدالة والمساواة وتحرير المجتمع من الفاقة والإذلال قبل أن تضمن ذهاب الناس إلى صناديق الاقتراع لضمان حصص الأحزاب السياسية المهيمنة على السلطة. لا يمكن تعزيز معايير حقوق الإنسان في بلد تغذي فيه السلطة المنتخبة التي ترعاها الأمم المتحدة
الانتهاكات وغياب القانون والإفلات من العقاب والفساد والثقافة الطائفية، بل قد تكون هذه أطول نكتة في التاريخ. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي إن ترحيب مقتدى الصدر وقبوله بل ترحيبه وابتهاجه بتعيين القيادي الصدري المقرب من المدعو حاكم الزاملي نائبا أول لرئيس البرلمان، وفرحه الغامر بتعيين حليفه محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس نواب الشعب دليل على أن تمسكه بمحاربة الفساد لا يخرج عن الإطار المزاج الشخصي القح، وليس مبدأ وطنيا عقائديا وسياسيا وأخلاقيا ثابتا يجعله يسل سيفه على كل فاسد، أي فاسد سواء كان قريبا منه أو بعيدا، حليفا أو غير حليف، عدوا أو غير عدو. ثم إن الذي يستحق أن نسأل عنه مقتدى هو أن بعض القياديين في تياره يسربون عبر وسائل الإعلام العربية والعراقية أن التيار ملتزم بالتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحاً، هل يعتقد بأن هوشيار مثال الوطنية العراقية والنزاهة والاستقلال لكي يساعده في عهد حكومة الأغلبية الوطنية القادمة على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وهو أولهم وأكثرهم مباهاة بقصوره وأمواله التي لم يرثها عن جده أو أبيه؟ ثم هل إن مقتدى آخر من يعلم بأن هوشيار هو نفسه الذي صوت تياره الصدري بقوة وإصرار في عام 2006 على سحب الثقة منه وعلى طرده من وزارة المالية بعد التثبت من مخالفاته المالية والإدارية العديدة؟ وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو 2 مليار دينار، أي ما يعادل 1,800,000 دولار، تذاكر سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في أربيل، وصرف نحو 900 مليون دينار، أي ما يعادل 800,000 دولار، لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية، فضلاً عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار. الحقيقة أن في العراق السليب لا يوجد واحد من العراقيين النجباء لا يتمنى أن يكون صادقاً في ثورته الجديدة، وأن يكون قد برئ نهائياً من تاريخه العدواني الطائفي الميليشياوي السابق، ومخلصاً في تحرير قراره من التبعية، وفي توقفه عن خرق القانون وجاداً في محاربة ولكن هل يعقل أن يتحقق كل هذا الطموح الثقيل العظيم نحو الاستقلال ورفض الوصاية الأجنبية وحصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفاسدين بحلفاء لا يحبون الاستقلال ولا يقدرون عليه ولا يحكمون إلا بقوة الوصاية الأجنبية، وجميعهم من أصحاب السلاح المعتدي المنفلت ومن كبار الفاسدين؟ يتساءل الكاتب فاضل البدراني أين تكمن الإشكالية العراقية في الفشل نحو رسم مسار سياسي سليم ينهض بالدولة ويحقق المكاسب للشعب العراقي الذي يعيش على أغنى بقعة جغرافية، بينما يحتل تصنيفه ضمن الأفقر بين شعوب دول المنطقة. الإشكالية وفقاً لتشخيص كثير من المهتمين بالحالة العراقية تكمن في فلسفة سياسة الهيمنة والاحتكار التي تتبناها القوى الحزبية والحركات السياسية الممسكة بمقاليد شؤون الدولة ومؤسساتها، وفشل تلك الفلسفة في الولوج لخطوة تصحيح الوضع العراقي على مدى 19 عاماً تقريباً عبر تعزيز مبدأ الشراكة والعدالة مع الأطراف الوطنية المستقلة أو حتى الحزبية الوطنية، والابتعاد عن مبدأ الشك بالآخر بأنه عدو يريد إزاحتها. وطالما جربت تلك القوى السياسية إدارة الدولة العراقية وخاضت بها مراحل من الفشل والانهيار لمؤسساتها على الصعود كافة، فلماذا لا تتنازل عن كرسيها الذي شاخت به على مدى عقدين من الزمن تقريباً؟ ولماذا لا تفكر قياداتها ذات يوم بما يجري للإنسان العراقي من نكبات وانتكاسات كرست في ذهنه ثقافة الهجرة بحثاً عن وطن بديل
وجعلت نصف الشباب العراقي يتواصل مع عائلته عبر منصات التواصل الاجتماعي من بلدان المهجر. ولماذا لا تبحث هي عن القبول بما يطرح عليها من خطط وبرامج وأفكار من جهات ومؤسسات بحثية وأكاديمية مختصة؟ من غير الطبيعي أن تنهار الدولة ومؤسساتها بشكل تدريجي على حساب بقاء السلطة بيد قوى سياسية منغلقة على نفسها، ولا تبتعد بتفكيرها لما يحصل في بلدان مجاورة من تنمية وبناء ونهوض ووعي جماهيري، لمجرد أن سلطات تلك البلدان تصغي لمطالب شعبها. الغريب في العراق أن فلسفة نظام الحكم جاء بالصيغة الغربية التي بعثرت المجتمع بتصنيفه إلى ثلاث دويلات متناحرة على حكمها، منها قوى سياسية ممثلة عن ثلاث مكونات أفرزتها إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إبان الغزو الأمريكي مطلع 2003. فالرئاسة بالعراق وفقا لمبدأ المحاصصة أصبحت من نصيب دولة كردية، ورئاسة البرلمان من نصيب دولة سنية، ورئاسة الحكومة من نصيب دولة شيعية. ومن سابع المستحيلات أن تتراجع عن طموحها النفعي أو ترتقي تلك الأحزاب الحاكمة وتعتمد فلسفة وطنية تعالج مسألة ضياع الهوية الوطنية العراقية الجامعة وتتصدى للفشل الحاصل في ظل هذه المكونات الدويلية عن حصتها. نشرت مجلة إيكونومست في عددها يوم السبت مقالاً افتتاحياً قالت فيه إنه نادراً في تاريخ الصراع البشري ما تعلقت الكثير من الأشياء على أهواء رجل واحد. هل يوشك فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا كما توحي القوات الروسية المحشودة على حدودها؟ أم أنه يخادع لينتزع التنازلات من جاره الغربي؟ لا أحد يستطيع التأكد من نوايا بوتين، حتى وزير خارجيته يبدو أنه في حالة تخمين، لكن إذا كان القتال على وشك الاندلاع فإن العالم بحاجة إلى فهم هذه المخاطر. إن بوتين ربما كان يخطط لغزو واسع النطاق مع توغل القوات الروسية في عمق أوكرانيا للاستيلاء على العاصمة كييف والإطاحة بالحكومة، أو قد يسعى إلى ضم المزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا وإنشاء ممر يربط بين روسيا والقرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي انتزعها بوتين في عام 2014، أو قد يرغب في حرب صغيرة حيث تنقذ روسيا الانفصاليين المدعومين من الكريملين في دونباس، وهي منطقة شرق أوكرانيا، من الفظائع الأوكرانية المفترضة، وفي نفس الوقت يضعف قدرات القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الواقع إنه يواجه خيارات محفوفة بالمخاطر، حرب كبيرة تنطوي على مخاطر غير عادية، لكن حرباً أصغر تحد من هذه المخاطر قد تفشل في وقف جراف أوكرانيا نحو الغرب. وإذا لم تجلب حرب صغيرة استسلام الحكومة في كييف، فقد ينجر بوتين حتماً إلى حرب أكبر. الغزو الروسي الكامل سيكون أكبر حرب في أوروبا منذ الأربعينات من القرن الماضي، وأول إسقاط لحكومة أوروبية منتخبة ديمقراطياً من قبل غزاة أجانب منذ ذلك الحين. لن يعاني الروس من الخسائر فقط، خاصة أثناء التمرد الطويل، ولكن أيضاً سيتسببون في مقتل عدد لا يحصى من الأوكرانيين، وهم سلافيون مثلهم الذين تربط الكثير منهم روابط عائلية. أيضاً ستعاني روسيا من عقوبات شديدة، ستتعرض بنوكها لعقوبات قاسية، وسيحرم اقتصادها من القطع الأمريكية ذات التقنية العالية. قد يمنع الأثرياء بشكل فاحش بمن فيهم بوتين نفسه من الإنفاق والادخار في الخارج، وسيعاني الروس العاديون من مستويات معيشية متدنية كانت تتراجع أصلاً على مدى السنوات السبع الماضية. يقول الكاتب علي حسين باكير: تمكن روسيا وجود أي نية لها لغزو أوكرانيا في الوقت الذي لا تزال تواصل فيه تعزيز حشودها العسكرية على حدودها مع الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتشير بعض التكتيكات العسكرية الروسية إلى وجود خطط لتوسيع دائرة الصراع من أجل تشتيت جهود أوكرانيا الدفاعية،
وذلك من خلال إرسال قوات روسية ومعدات عسكرية متطورة إلى بيلاروسيا المجاورة، حيث من شأن ذلك أن يضعف الدفاعات الأوكرانية وأن يخلق ثغرة تمكن موسكو من النفاذ بسرعة إلى الداخل الأوكراني في حال قررت القيام بعملية عسكرية انطلاقا من الأراضي البيلاروسية. تثير الأزمة الروسية الأوكرانية تفاعلات واسعة على المستوى الدولي نظراً لما قد يترتب عنها من نتائج تطال مصالح عدد كبير من اللاعبين الإقليميين والدوليين، ويقود الغرب مساعٍ محمومة في محاولة لردع روسيا في الوقت الذي تظهر فيه الولايات المتحدة حالة من الوهن والتردد، ويبرز الانقسام بشكل واضح داخل أوروبا إزاء الطريقة الأمثل للتعامل مع روسيا في وقت تعتمد فيه ألمانيا سياسة مترهلة تسترضي من خلالها روسيا عوضاً عن تعزيز سياسة الردع ضد موسكو. تركيا واحدة من الدول المهمة في المنطقة والتي استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية مد نفوذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى في وقت كانت ولا تزال تتعرض فيه إلى ضغوط غربية كبيرة. وتخضع الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة لنقاشات داخل أروقة صنع القرار في تركيا، فأنقرة ترتبط بعلاقات مهمة مع روسيا لا سيما على صعيد الاقتصاد والسياحة والطاقة، وملف منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400 واحد من الملفات المهمة أيضاً الذي يتسبب بشرخ بين أنقرة والغرب. تركيا تعلم جيداً أنه لا يمكن أن تدخل في مواجهة مفتوحة مع روسيا، لكنها تعلم جيداً أيضاً أنه لا يمكن الاستسلام، وأن هناك وسائل ذكية لدفع موسكو إلى الخلف، وهو ما قد يتطلب المزج بين التصعيد المدروس وفتح أبواب المفاوضات والابتعاد عن المعادلة الصفرية. نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للكاتب البريطاني جيمس سين، قال فيه إن سوريا ليست مستقرة ولا آمنة، وجاء فيه أن بريطانيا بدت في الشهر الماضي وإن لمدة قصيرة وكأنها أصبحت جزءا من الخلاف القانوني بين وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي حول الدولة الفاشلة. أكد جوناثان هارغريفز الممثل البريطاني الخاص لسوريا أن موقف بريطانيا لا يزال كما هو، سوريا ليست بلداً آمناً لعودة اللاجئين ولا نرحل الناس إلى سوريا، وتنفس السوريون في بريطانيا الصعداء، وبخاصة أن مخاوفهم كانت حقيقية، ولو تغير الموقف البريطاني فهذا لا يعد سابقة، فقد أكدت الدنمارك ولعدة أشهر أن سوريا أصبحت بلداً آمناً وعليه يمكن للاجئين السوريين العودة إليها وترحيلهم بطريقة قانونية. وعندما حاول السوريون مغادرة الدنمارك والبحث عن فرصة لجوء في هولندا والنرويج واجهوا معوقات جديدة في الإقامة. إن سوريا ليست بلداً آمناً بالطبع، فالحرب الأهلية مستمرة، وتعرض لاجئون عادوا مثل مازن الحمادة للتعذيب على يد النظام، واختفى اللاجئون السابقون بدون أثر في مراكز أمن النظام، ولا يعاني نظام الأسد من خطر الانهيار، لكنه بات معتمداً على الداعمين الأجانب وبحاجة ماسة للرأسمال الخارجي، ويواصل حملة عنف في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وفيما يعرف بالجنوب المتصالح، وفي الوقت نفسه بات ينظر إليه في الخارج كدولة فوضى تصدر المخدرات واللاجئين، ويظهر إعلام الشتات السوري مخاوف اللاجئين من اتباع دولة أوروبية فكرة الدنمارك والسويد، وهي أن سوريا أصبحت بلداً آمناً لعودتهم. وفي الوقت الحالي والفضل يعود للمشرعين الأوروبيين، فقد تم شجب التحرك الدنماركي، وكتب 33 نائباً في البرلمان الأوروبي رسالة إلى قيادة البلد طالبوا فيها بتغيير المسار، وعبرت زعيمة الحزب الاشتراكي الليبرالي عن دهشتها من كون بلدها إلى جانب هنغاريا، اعتبرت سوريا بلداً آمناً لعودة اللاجئين.
أصبحت السيارة الطائرة التي يتوقع أن تكون هي المستقبل في عالم السيارات على مسافة خطوة واحدة من أن يتم طرحها للبيع في الأسواق، وبالتالي يتحول الحلم إلى حقيقة ويصبح ما كان في السابق مجرد خيال علمي واقعا ملموسا على الأرض وفي متناول أيدي الناس العاديين. ونشرت جريدة ديلي ميل البريطانية تقريرا يكشف عن سيارة طائرة بمواصفات خارقة أتمت جميع الاختبارات اللازمة بنجاح في سلوفاكيا، وهو ما دفع الصحيفة إلى التوصل لاستنتاج مفاده أن هذه المركبة أصبحت على بعد خطوة واحدة من طرحها للبيع في الأسواق. السيارة الطائرة المستقبلية يمكن أن تصل إلى ارتفاعات تزيد عن 8000 قدم وبسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، ما يعادل 160 كيلومترا في الساعة بحسب تقرير الصحيفة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.